شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو شو دونيو، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الاعتزاز المتبادل بالشراكة طويلة الأمد بين مصر والفاو التي تنعكس في مشروعات التنمية المتعددة في مجالي الزراعة والغذاء. وقد شهد اللقاء التباحث بشأن أزمة الغذاء العالمية، وبالأخص ما يتعلق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على مصر كونها أحد أكبر مستوردي الحبوب في العالم، حيث أوضح الرئيس السيسي سعي مصر لتجاوز هذا التحدي بشكل جذري من خلال تحقيق طفرة في مساحة الأراضي الزراعية، وكذلك من حيث التوسع الرأسي عن طريق التركيز على البحث العلمي والتكنولوجي لتحسين الإنتاجية. تستأنف اليوم محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة، يأتي هذا في حين نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن حماس قولها إن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة حال موافقة إسرائيل على مطالبها. كانت الوكالة الفرنسية قد أشارت كذلك إلى أن الولايات المتحدة أعلنت أن إسرائيل قبلت مبدئيا بنود مقترح هدنة في حربها على قطاع غزة وفي انتظار رد حماس. واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة في معارك بحي الزيتون ومدينة خان يونس بقطاع غزة. كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة عزون شرق مدينة قلقلية شمال الضفة، كما اقتحمت قوات الاحتلال شرق طول كرم، واعتقلت عددا من المواطنين وسط اشتباكات عنيفة مع فصائل فلسطينية. وفي مدينة نابلس تجددت الاشتباكات المسلحة، حيث تم استهداف الآليات العسكرية الإسرائيلية بعبوات محلية الصنع، ما أسفر عن إصابة عدد من جنود الاحتلال. أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية استقالة مسؤولين كبار في وحدة المعلومات بجيش الاحتلال، بينهم المتحدث العسكري دانيال هاغاري. وأفادت القناة 14 إسرائيلية بأن الرجل الثاني في طقم هاغاري ماروان كاتس وعددا كبيرا من المسؤولين في نظام المعلومات التابع له قدموا استقالتهم على خلفية العدوان على غزة. وأوردت تقارير إسرائيلية خلال الشهور الأخيرة أنباء عن خلافات عميقة بين الحكومة في إسرائيل والجيش بسبب إدارة الحكومة للحرب وخطتها لما بعد الحرب في قطاع غزة. يصل اليوم العاصمة اللبنانية بيروت المبعوث الأمريكي أموس هوكستاين لمواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف التصعيد الصراع عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية. يأتي ذلك في الوقت الذي استمر فيه القصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل، وأعلن بيان لحزب الله عن تصديه بالأسلحة الصاروخية لمحاولتي التسلل قامت بهما مجموعات راجلة إسرائيلية في وادي قطمون بالجنوب، وأصابوها بإصابات مباشرة. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.